بس يا محمد ما ينفعش كده. الله سارة، هو جه اتاخر كده ليه؟ وبعدين هو راح فين اصلا؟ راح يغسل العربيه، ما هو دايما كده في رمضان ما بيعرفش يقعد في البيت. يا اولاد كفايه بقى كده، هو اللي بيضرب، انا كنت بلعب عادي. يا اختي اهو جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي معلش انا اسف على التاخير. ايه يا سياده المستشار، انت عازمنا عشان تسيبنا وتنزل تغسل العربيه؟ معلش العربيه كانت زي الزفت، وانا احب اعمل الحاجات دي بنفسي. ايش يا حبيبي، ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبي. ممكن بقى ناجل السلام لان الاذان ادى. طب يلا اتفضلي كده. يلا يا عشقيه، يلا يا مغلبني. مغلبينك ما انت مخلفه انت. ايه ده كله؟ ايه ده؟ كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين يا هنا والشيخ. يلا يلا جميل. انت صايم ولا فاطر؟ مالك يا ماما؟ محمود اخوكي مش عارفه ماله اليومين دول يا نادين، بقاله يجي اسبوع صوته مش عاجبني، زي ما يكون مهموم مشغول ومش عايز يقول لي حاجه. يا ريت بعد الفطار يا بنتي تبقي تكلميه، يمكن تفهمي منه. هو مش كان قايل انه هيعدي علينا النهارده؟ النهارده مش هينفع يا ستي، عادل وجميله فطرانين عندهم، وبعد الفطار عنده ماتش من بتوع كل سنه، دوره رمضانيه مع القضاه اصحابه. طب بعد الفطار هبقى اكلمك. يعني الماتش ده هتلعبه ضد المستشار مأمون؟ شفت الحظ، القرعه بقى حطتني في وشه، وعامل ايه؟ طب بص بقى، ما دام هو حطك في دماغه كده، بطل انت تغتت عليه في الملعب وتعمل الكباري اللي بتعملها دي. حكم انا عارفك ما انتش سهل برضه. والله ما عايز العب الماتش ده اصلا، بس هم زمايلي اللي ضاغطين عليا. هي الساعه كام حضرتك دلوقتي؟ 8:30. يا نهار ابيض، انا لازم اتحرك دلوقتي حالا، احنا ماتشنا اول ماتش. طيب يا حبيبي، ربنا يوفقك يا رب. تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك. اتفضل اتفضل، البيت بيتك. اتفضل. طيب مع الف سلامه. عارف حبيبتي، عارف. ما هي الدنيا مش حلوه اصلا يعني من دول. يلا معلش، المهم طمني ماما انت بس، وطمني خير ان شاء الله. يلا مع السلامه. ايه ايه يا وجيه، اتأخرت كده ليه؟ الماتش هيبدأ خلاص. يا عم أنت لسه واصل أهو، كمان أنا مش عايز أبدأ الماتش. إيه؟ لا استنى كده، أنت بتهرج وجيه، أنت عارف كويس إن إحنا معتمدين عليك في الماتش ده. دي فرقة المستشار مأمون وأنا مش عايز أحتك بيه. مش خوف يعني ولا حاجة، بس مش عايز وجع دماغ. ولو، أنا برضو شايف إنه ده تهريج، لو سمحت كده انزل والعب معانا، أرجوك. طب تعالى بس. إحنا هنشوف الماتش شكله عامل إزاي، لو لقيتكم مغلوبين هنزل ألعب. أنا عارف إن الفرقة دي رجليها الاتنين شمال. طب يلا يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ساداتي أنساتي ساداتي، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة واحدة من أقوى المباريات بين فرقتين، فرقتين قوي وتاريخهم جميل أوي أوي في الكورة وعارفينه كلنا. فرقة المستشار وليد وفرقة المستشار محمود. أنا شايف حكم المباراة بيظبط الفرقتين، وفرقة المستشار محمود هي اللي هتصدر. وابتدت المباراة النهاردة، هنستمتع وهنقول وهنعيد. وشيء بيعمل البطل المستشار مأمون، وبيعمل فيها وبياكل معاه مواد، وبيقفل شيء في الكورة لعبد الله. عبد الله بيديها تاني لرجع عليك يرقص وقت ويلقط. وهو بيقول وبيعيد وبيرجع لنا حجات زمان كده. يلا وجيه، احنا مغلوبين وجيه. يلا يا ناس يلا. فرق وجيه هي اللي بتسنطر وبيرجع الكوره لورا. انور عارف حبات الحلاوه الصغيره دي؟ روح هات لي منها. ايه يا كوتش؟ هنسخن الماتش وتاخد كده؟
عندي شويه هدوء بسرعه بس. حرب يا اخي بقى. وداخل على الكوره بتاعته. لا 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 ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ مش معقول اللي بيحصل ده. الله الله الله. وانا سايب المستشار وديه في ساكنه نكمل يا جماعه. والكوره دلوقتي اتعرف الاول لعبة على الكوره بس طلع فيها الكوره يعمل باص كوره باص بيرجع ده يعمل كوره طويله قدام حواري يطلب تحكيم وكان لازم يلزم خسارة اللعيب خالد عبد العزيز ولازم يلزم الكرة بتاعته الكرة بتاعته على طول هنا قدام هنا قدام وطلع ما كملش الكرة الجون الثاني الجون الثاني يا جمالك يا جمالك يا محمود وبيصفر الحكم في نهاية الشوط الأولاني وهنشوف الشوط الثاني وإيه اللي هيجرى فيه. هل وجيه هيسكت ولا ليه كلام ثاني؟ الحكم بيصفر لبداية الشوط الثاني وفرقة وجيه هي اللي بتصفر وابتدت فعلا المباراة. ويا ترى قالوا إيه ما بين الشوطين عشان يعوضوا الهدفين اللي دخلوا فيهم وكرة راحت له وسجل وجيه وجول يا وبيجري يجيب كرة عايز تحل راس فعل الدفاع ده لعيب جامد ونزوله مكانته السهل جاب فرقته لسه ايام البدري وماسك الكرة والكرة بتعمل والحاج مرة بيلعبها المستشار دي المستشار دي حاج الكرة مع نور عبد العزيز بيلعبها بيلعبها الارض يا سلام يا سلام يا سلام عليك ما تلعبتش بالستينات والسبعينات يا ولد. واحنا في نهايه المباراه والحكم بيقدر يبص بساعته وجيه ماشي بالكوره والنتيجه 2-2 وفي اخر ثواني المباراه وجيه ماشي بالكوره وبيتشد بالفانيلا وفاول وفاول وجيه اخر فرصه اخر فرصه يا ترى هيعمل ايه؟ هيستغلها ولا هينتهي المباراه على كده؟ وفي انذار للمستشار محمود خرج عن شعوره وفعلا يسعى الاصدار لان القانون قانون يا اخوانا شد اللعيب من الخلف وانتوا عارفين القانون اكتر مني وحافظين التسع اخطاء اللي بيعملها وادي الفاول هيتلعب وفي جمله متفقين عليها يا ترى هينفذوها ولا لا؟ وبالفعل داخلين على الكوره ادي واحد عند الكوره والمستشار عند الكوره واتلعبت في الشمال واتلعبت في الشمال عند هنا خالد عبد العظيم خالد عبد العظيم بيلعب بالكوره بيلعب المستشار وجيه بيلعب 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 يا اسمع هو جول هو جول هو جول هو جول المستشار وجيه يا سلام عليك يا ولد يا سلام وده عنه نبي هات للفرقه المغلوبه دي 6 عصير على حسابك.